من بين 79 مشروع مشارك اليوم في المسابقة الوطنية للموارد المائية، فزنا بالمرتبة الأولى وذلك بمشروعنا إيكوو. إيكوو هو جهاز إلكتروني للسقي، يعمل على اقتصاد مياه السقي باستعمال الذكاء الاصطناعي وباستغلال الظواهر الطبيعية. يصل فيه اقتصاد الماء ماء السقي حتى ل 70%، يعني بالمقارنة مع الأنظمة الحالية المتواجدة. فزنا واستفدنا من فترة احتضان بتركيا مدة 4 أشهر. عندنا عروض استثمار في الخارج، لكن اليوم رانا حابين في استراتيجيتنا أنه تكون البداية هنا في الجزائر ويكون تصدير منتجنا نحو المينا ريجن، لانها منطقه مستهدفه ومعرضه لعطش قريب، يعني في اطار الاحصائيات التي اصدرتها المنظمه العالميه للزراعه مؤخرا.